السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عايزين النهاردة مع بعض نخرج أول لوحة من لوحات ديزاين، وهي لوحة المحاور والأعمدة. المحاضرات اللي فاتت كنا اتكلمنا عن تصميم المانيوال الخاص بالأعمدة، سواء لونج كولوم أو شورت كولوم أو السيركولر، واللي هي الطايد أو سبايرال. واتعلمنا كمان في الفيديوهات اللي فاتت ازاي اطلع عجوم او اطلع رياكشنز عن طريق المساحات بتاعتي او طريقة الاريا ميثود. خلاص، المفترض ان احنا نصدر الرياكشنز اللي جاي من الساب، ونبدأ نعمل ايه بقى، نخرج اللوحة بتاعتنا بتاعت المحاور والاعمدة. فانا المفترض اجي على الساب، طبعا احنا المفترض ان احنا صدرناها المرة اللي فاتت فطلعت رياكشنز بالشكل دوت، تمام. عايزين بس نتشيك على حاجة معينة، بس ان انا عندي 5 اعمدة هم واخدين اللي هم باللون الاصفر دول، هم اكبر رياكشنز طلعالي من الساب. لو جينا قارنا الكلام ده بطريقة الاريا ميثود، هنلاقي ان العمود اللي هو سي 7 هو واخد اكبر اريا، وسي 12 واخد اكبر اريا، والسي 8 والسي 17 و10 و14 دول واخدين اكبر اريا، وبالتالي لما تيجي تضربهم في الاوزان بتاعتهم هيطلعوا اكبر رياكشنز بالشكل ده. انا بس حبيت اعمل التشيك. طبعا في مثلا، انت زي ما قلنا قبل كده في فيديو الاريا ميثود، لازم أن تحط المناور وتطرح المناور بتاعتك من المساحات علشان ما ياخدهاش معاه في الاعتبار. خلاص، فده تشيك سريع. طيب، كنا صممنا كمان شيت الاكسل الخاص اللي احنا هنستخدمه في تصميم الاعمده. طبعا زي ما قلت لك، افضل حاجه انك تعمل الشيت بايدك، خلاص، او انك تستخدم مثلا شيت موثوق فيه. يعني من افضل واشهر الشيتات اللي موجوده حاليا في التصميم دكتور في جامعه عين شمس، الدكتور محمود الكاتب، عامل بصراحه، هو عامل برنامج مش عامل شيت اكسل. ان انت مجرد ما بتدخل اندكس كويك دي بتلاقي كل العناصر اللي موجوده والاليمنت اللي موجوده اللي انت عايز تصممها، بتلاقيها الجنرال سلاب، البيمز والدي بيم والكولوم والستابيليتي لو عايز تعمل تشيك على الديفليكشن وهكذا، والريتيننج وولز والووتر سيكشن والفاونديشن. وانس انك مثلا عايز تصمم البيمز، تكليك بس عليها كده يدخلك في الحاجه اللي انت عايز تصممها. خلاص، فممكن تعمل تشيك عن طريق او ممكن تصمم بالشيت ده، شيت كويس ومعتمد، و انا جربته بصراحه ولقيت النتائج بتاعته مقاربه. لكن الافضل ان زي ما قلت لك انك تستخدم شيتك انت بنفسك وتستخدمه في عمل التصميم بتاعك. خلاص، فانا دلوقتي صدرت الرياكشنز بتاعتي. فالمفترض هتعمل ايه؟ المفترض ان انت هتجيب الرياكشنز دي كلها، او ممكن تفضي الشيت بتاعك ده، يعني الحاجات دي ملهاش لازمة فتقول له ديليت، ودول كمان ملهمش لازمة هتقول له ديليت، وهيفضل لك دول ممكن تاخدهم كده كنترول سي، وتروح على الشيت بتاعك هنا وتقول له كنترول في، هيبدأ يدخلهم لك بالشكل ده. خلاص، ويطلع لك تصميم الأعمدة بتاعتك. خلاص، قلنا إن أنت ممكن هتيجي هنا وتعمل كليك وتقول له رتبهم لي من الصغير للكبير. خلاص، او ممكن مثلا لو انا محتاج ان انا اخدهم كده بالشكل ده اقول له كنترول سي، واجي على صفحة فاضية بالشكل ده. خلينا بس نفضي دول، ده طبعا اللي جاي من تصدير الساب، تمام. هاجي كده اقول له كنترول، او هقول له رايت كليك، تعالى الاول تاني معلش، كنترول سي، واجي هنا اقول له رايت كليك، اقول له فاليو، واجي على دول واعمل لهم فلتر. خلاص، واجي على ده واقول له رتبهم لي من الصغير للكبير. اقول له فلتر، هاجي هنا تاني
كنترول سي. واجي ده اعمل له فلتر، تمام، هو رتبهم لك بالشكل ده اهو. فانا ممكن مثلا اختار الاعمدة دي كلها اللي هي 30 في 40، واديها مثلا اميزها بلون معين، وعندي 30 في 50 اديها برضو لون معين، وفي كمان 30 في 60. خليه دلوقتي عندي بس 30 في 80، دي اسمها النمذجة بتاعتك. طبعا ان عدد النماذج بتاعك كرقم كده، انت مثلا عندك 100 عمود، يبقى عدد النماذج ربع عدد العمود، ما يزيدش عن ربع عدد العمود. فانا عندي لو 100 عمود مثلا في المنشأ بتاعي، ربعهم 25، عدد النماذج ما يزيدش عن 25، خلاص يعني 25 ده كتير برضو يعني. ده برضو خليه برضو نموذج لوحده، خلاص. ممكن مثلا اجي هنا بقى، خلاص يعني اجي على دول واقول لهم ميرج، ممكن اختار دول كده واخليه في السنتر واخليه بولد، واجي ده بقى خليه كام اللي هو 80، كنترول سي، ده كام 90، وده 60، ياخد ده مثلا كوبي، ده 50، ودول كلهم نموذج واحد اللي هو 30. خلي بالك احنا عندنا نماذج 30 في 30، نماذج 30 في 30 دول، اديها اي لون. اوكي، وعندك دول نماذج 30 في 40، عندك ده سي واحد، ده اتنين، وده تلاتة، أربعة، وخمسة، وعندك 6 نماذج في المشروع بتاعك، خلاص. تمام، يبقى انت المفترض ان انت عندك الاعمده دول 30 في 30، خلاص. فانا هفتح الاوتوكاد، هتروح بقى تاخد لوحه زي دي، هتاخدها كوبي، ماشي، طبعا مش عايز ده، وهتبدأ تروح على الساب تطلع لي نماذج الأعمدة بتاعتك. رتب شغلك الأول، فهتقول له select للجوينت ورايت كليك شو سيلكشن اونلي، وهتيجي هنا تظهر لي الليبل وتاخد لي سكرين شوت من الشكل بتاعك ده، وتروح بيه على الاوتوكاد، هصغره، هتمسك الفيرتكس دي تمشي بيها بالشكل ده عشان تبقى جنبك اهو، وبرضو هتروح على شيت الاكسل بتاعك هنا، وهتيجي تاخد سكرين شوت لدول، واطلع هنا كنترول في،
علشان ما تروحش بقى كل شوية تروح للساب وشوية تروح للإكسل وهكذا، تمام؟ فأنا دلوقتي عندي العمود رقم سي واحد أهو، سي واحد ده لو أنا جيت بصيت كده سي واحد واقف 30 في 30، فسي واحد دوت اللي هو هنا اللي هو ده. طيب تعالى بقى كده هنشيله الحاجات اللي ملهاش لازمة دي، لأن دي لوحة محاور وأعمدة زي ما قلنا. هتقول له دول كده ديليت، تمام. الهاتش برضو نفس الكلام مش عايزه. هتبدأ تروح تقفل لي اللير خلاص، وتجي لي هنا على العمود ده. طيب العمود ده المفروض احنا كنا عاملين قطاعه كام؟ 30 في كام؟ في 60. يبقى احنا عايزينه 30 في كام؟ في 50. طب لما اجي اقص العمود اقصه من هنا ولا اقصه من تحت؟ لا طبعا اقصه، ده الحد الثابت بالنسبة لك، ده حد ثابت بالنسبة لك. فأنا ممكن مثلا أجي أعمل لير مثلا أي حاجة دمي خلاص، أجي بس كده أكتب زيرو قبلها كده وأديها لون وليكن أصفر، أختار كل اللير وخلي بس اللاين ويف بتاعها بزيرو، والدامي دي اكبر اللاين ويف بتاعها بالشكل ده واخليها ست كم. واعمل ايه؟ تعالى الاول العمود ده 30 في 50، فابدا اقول له استرتش. طبعا هتروح تشيل لي بقى احنا عاملين لوك للمحاور خلاص، هتشيل دول وهتشيل دول، وهتبدأ تقول لي العمود ده هينزل كده كام؟ 20، عشان يبقى 30 في كام؟ في 60. ممكن أقول له بص لي كده على الدايمنشن 30 في 40، هو كام؟ هو 30 في 30، هنزل بيه 10 سنتي. وابدا اعمل ايه بقى؟ في ناس بتفجر العمود خلاص، سيب العمود ما تفجرهوش، انا هعمل لاين كده حوالين الايدجز دي بس، هاجي اختارها واقول لها رايت كليك، اقول لها درو اوردر سنت تو باك عشان يظهرهولي فوق، ونفس الكلام ده رايت كليك درو اوردر سنت تو باك، وبعدين ممكن اظهر بقى اللاين ويت. طبعا اللاين ويت ده انا هكبره في وانا بطبع، تمام. انا ممكن كله واخد لاين ويت، فدول رايت كليك سيلكت سيميلر، علشان الغرض منها ان انا اقول للراجل ايه، ان ده حد ثابت ما بيتقطعش فيه، اوكي. وابدا اجيب له نموذج للاعمده، ممكن مثلا اجيب له اي نموذج من ده، ورايت كليك عليه كده واكتب عين، ماشي. عين واحد كام بقى؟ 30 في 30، الشكل ده، تمام. يبقى أنا كده عطيت نموذج للقطاع ده، تمام. طبعا أنا بعمله على لوحة اللي هو الأصلية علشان ما يقفلش باب أو شباك، المفترض إن أنا هاخد الأعمدة دي بعد كده
واروح اقارنها واحطها على الايه الشكل بتاعي او الاشكال كلها او الرسومات كلها. كولوم 3 و6، فين 3 و6؟ عندي ادي ده 6، و3 اللي هو الاول ده، اللي هو ده. وطبعا هتشيل برضو دول وتقول له اطلع لي فوق ليه كام؟ بوينت 3 وهبدأ. طبعا كنت ممكن اخدته كله على بعضه، مفيش مشكلة يعني، مش فارق. ماشي، واعمل لاين حوالين انهي خط ثابت بقى؟ الخط ده وده. تمام كده، يبقى ده ما ينفعش تقص فيه ولا ده ينفع تقص فيه. اوكي، بعد كده امشي معاك 6 6 اللي هو ده. برضو هنقص منين؟ هنقص من هنا، فاقول له كده انزل لي بيه تحت بوينت 3. او خلي بالك ممكن تعمل ايه بقى، تريح دماغك، ممكن تمسك العمود ده كده كابل بدل ما تقص يعني، تعدل. بس هتاخده من تحت هنا، والعمود ده هتشيله خلاص بالشكل ده. الحد ده ثابت والحد ده ثابت خلاص. وتبدأ برضو هنشيله ده، وأقول له اديني النموذج بتاعي اللي هو 30 في 30. يبقى ده سي 6 في 9 و19. فين 9 و19؟ ادي 9 و19، يبقى ده وده خلاص. ممكن تاخد ده كده طبعا، هتشيل العمود الأصلي وهتمسك بيه بس تحركها في الجنب التاني ده. ونفس الكلام العمود ده هيروح على ده. هتشيله ده خلاص، يبقى انت ده مش مسموح لك انك تقص فيه ولا ده خلاص. ونفس الكلام هتعود له النموذج، يبقى انا كده خلصت النماذج اللي هي كام، 30 في 30 في 30 في 40 بقى سي 11 و15. 11 و15، 1 2 3، 1 2 3، 11 و15 اللي هما الاثنين دول، 11 و15 يعني ده وده الاثنين دول خلاص. فهاجي على ده، ممكن بقى اعمل له ستريتش ده. فده يتقص منين؟ يتقص من هنا وانزل بيه تحت 20، وهعمل له خط لاين كده ما يتقصش من هنا، ممكن يتقص من، او كمان ممكن اعمل له الخط ده كمان وغير ده 2. تمام، العمود ده كمان ممكن اشيله كده كله كوبي،
كمان كده، يبقى ده سي 11 و15 في 2021، 2021 اللي هو ده وده. وركز وانت شغال علشان ما تغلطش، ده هيتقص برضو من هنا. يبقى ده حد ثابت بالنسبة لي، وده ونفس الكلام بوينت 2. وهعمل الخط ده ثابت وده ثابت، في 22 و23، 22 و23 دول كمان خلاص. ده هقصه برضو من هنا، والحد الثابت بالنسبة لي هو ده، ما يتقصش فيه. تمام. ده مفترض ان ده عمود دائري، هنشوفه ازاي ممكن اصممه. هنسيبه بس هنديله نفس القطاع عشان بس ابقى فاهم خلاص، واسيب الشغل بتاعي. يبقى انا كده خلصت دول، ارجع بعد كده سي 12 اللي هو 30 في 50، 12 سي 2 و4، 2 و4 ده 2 اللي هو في النص ده، اقص من هنا هنزل بيه بس كده بوينت 1. يبقى ده كده كام؟ 50. اوكي. يبقى ده سي كام بقى؟ 3. واعمل لاين ان ده حد بالنسبة لي ثابت. 2 و4، فين 4؟ اللي هو ده. اوكي. اللي هو ده، فده اقصه منين؟ طبعا ده كابولي، فانا هقصه من هنا تحت من هنا بوينت 1. واقول له ان الحد ده ثابت، ممكن تقص من هنا عادي اهو. يبقى انا كده خلصت سي 2 و4، فاضل 8 و13. 8 فين؟ ادي 8 و13 بعديه، اللي بعد اللي هو ده وده. اوكي. اقول له ستريتش امشي بيه كام؟ بوينت 1. طبعا الخطوط دي انا هشيلها اصلا كمان شويه. وبرضو اعمل له لاين على الحد اللي ما ينفعش، اللي هو الحد السالب بتاعك. نفس الكلام ممكن اخد ده كده كوبي واحطه هنا واشيل له التاني ده. اوكي. يبقى انا كده خلصت 8 في 16، 17، 18 فين؟ 16، 16 6، ادي 16 اهو، 17 فوقيه و18. يبقى ده وده وده. تمام. 16 و17 اللي هما الثلاثة دول.
فانا هاجي برضو هنا اعمل ستريتش، واعمل لاين، وده كمان، واعمل برضو لاين هنا، كده خلصت برضو دول. يبقى فاضل لي اللي هو رقم واحد ده، اللي هو رقم 12 ده 30 في 60، 12 اللي هو ده، اللي هو من السلم اللي هو ده 12، هو زي ما هو 12 في 30 في 60، ده 4. اوكي، والحد المفروض ما ينفعش يتقص منه اللي هو ده، خلاص. طبعا المفروض العمود ده يكون داخل لجوه او لبره، يعني جاي كده بالشكل ده. اوكي، فاضل لي كده 5 و7 و10، دول 30 في 80، ادي 5 و10 اللي هم دول 30 في 80. تعالى كده نقيسه، ده 90، فهقول له بس كده اطلع لي بيه كام؟ 0.1. خلي بالكم يا جماعة، واحنا بنصمم، يعني احنا فرضنا ان احنا عندنا عدد الأدوار بتاعنا 5 أدوار. المفترض ان انت في الشغل العملي بره، يعني بعض المكاتب بياخد فاكتور اوف سيفتي زياده، فبيخليه بدل ما هو عمود واحد او بيخليه 5 ادوار فقط، بيخليه 6 ادوار، بياخد فاكتور اوف سيفتي زياده كام؟ دور زياده. ربما يعني يكون المالك في المستقبل ممكن يعمل دور كمان ولا حاجه كفاكتور اوف سيفتي عشان ما يحصلش مشاكل. تمام، نفس الكلام هنا برضو، هنشوفه برضو الحد اللي ما ينفعش يتقطع فيه او الثابت اهو، نفس الكلام ده هتاخده وتروح بيه هنا. تمام، في ايه تاني؟ خلاص كده التلاتة دول، في فاضل الـ14، ده 30 في 90، 14 ده اللي هو ده، اللي هو ده، هو زي ما هو كده، نفس الكلام لحد ال وده نموذج رقم كام؟ رقم 6 ودي 9. اوكي، كده يبقى انا ظبطت الشغل بتاعي كله، وحطيت الاعمده بتاعتي وكل حاجه تمام، مفيش اي مشكله خالص. تمام، طيب بالنسبه بقى للعمود دوت، هنتصرف فيه ازاي؟ العمود ده لو جينا بصينا كده عليه، هنلاقيه اللي هو 30 في 40. لو جينا بصينا على السل اللي هو ده، اللي هو سي 23، سي 23 ده الحمل بتاعه اللي هو 19.13، فأنا عايز بقى ده هيبقى سيركولر. بص، واتفقنا إن أنت ممكن تعمله تايب أو سباير، خلاص، والأفضل طبعًا سباير، بس إحنا هنعمله تايب، مفيش مشكلة أي طريقة، يعني هو عمود واحد يعني. طيب الكلام ده هيحصل إزاي؟ الكلام ده هيجي أو هيحصل عن طريق إن أنا دلوقتي عندي العمود، معادلة العمود بتاعي اللي هي عبارة عن
البي التيميت 0.35 اريا كونكريت ماينس اريا ستيل في اف سي يو بلس 0.67 اريا ستيل في اف يلد. فانا دلوقتي عندي هجيب الاريا كونكريت، هجيب الاريا كونكريت وبعد ما اجيب الاريا كونكريت هقول ايكوال باي على 4 دي سكوير عشان اجيب الدي سكوير. فانا عندي هنا جبت باي على 4، باي على 4 ده اللي هو ده اوكي، وعايز اجيب الدي سكوير. يبقى الدي سكوير عباره عن الاريا كونكريت اللي انا طلعتها من هنا اللي هي دي الاريا كونكريت مقسومه على مين؟ على باي على 4 خلاص اللي هو الرقم ده تمام. وبعد ما جبته رحت واخد رود بقى الجذر ليه، فطلع بالنسبه لي 4 او 34.2، فانا هاخده 40 سنتي. فانا هاجي هنا على العمود بتاعي هنا واكتب اقول له سيركل نص قطرها 0.2، وهاخد كده ده بالشكل ده اهو، واعمل هاتش في النص واقول له ماتش من هنا لهنا، واخد العمود ده من السنتر احطه في السنتر، ويبقى ده خلاص اتشال بالنسبة لي ما عادش ليه لازم. وده هيبقى عمود سيركولر خلاص. هنيجي هنا بقى شيله ده عمود 2 كام؟ 40 سنتي اوكي بالشكل ده تمام. يبقى احنا كده عملنا كل الاعمده بتاعتنا. هتيجي بقى تمسك دول كلهم رايت كليك وتشيل بقى الكلام ده كله، ملوش لازمه بالنسبه لي، انا مش عايز غير دول. احنا في عمود نسيناه تقريبا اللي هو العمود ده، العمود ده لو جينا بصينا عليه اللي هو سي 7، لو جينا بصينا فين سي 7، سي 7 ده اللي هو 30 في 80. فهرجع مرة تانية كده هو ده عشان بس أعرف أقص منين، فهقول له اطلع لي بكده كام؟ 0.3 ثواني كده، هو كان 30 في 60 يبقى 0.2 وثبت ده واقول له العمود بتاعي ده 30 × 5 30 × 50. بعد كده الاير ايزوليت لدول واشيلهم وارجع مرة تانية ادي الشكل الايه الاعمدة بتاعتي بالمنظر ده. وممكن خلاص بقى اشيل البلوك من الدايمنشن وال تمام. ممكن ده رايت كليك ديفولت تمام، تمام كده مفيش أي مشكلة. المفترض إن الأعمدة دي كلها، الأعمدة دي كلها يعني أنا ممكن أمسكها كده وأخدها أعمل لها كوبي أمشي بيها مثلا 50 وأعمل لهم لوك واخدهم واروح بيهم فين بقى؟ على المشروع الاصلي بتاعي بالشكل ده، وساعتها الاعمدة دي يعني ممكن ارجع مرة تانية كده
همسك دول اديليت الأعمدة دي، بس خلي بالك بس هاخد من هنا نقطة عشان أبقى أحط الأعمدة الجديدة فيها. بالشكل ده طبعا هتروح بقى تظبط، هتعمل بقى اكستند لكل الشغل بتاعك ده، ودول هتمشيهم مرة تانية على، يعني انا ممكن اعمل ايه، ممكن اختارهم كده وابدأ اقفل لير الأعمدة خلاص، و أوصل دول كده بالشكل ده. وده هضغط شيفت واشيل الايه في المنتصف ده، كده خلصتهم خلاص، ما عادش فيه مشكلة خالص بالنسبة لي. أرجع مرة تانية كده تمام، أوكي هروح أفتح مرة تانية بقى مين الأعمدة بتاعتي.